فعلي هي رحلة في عالم الحكايات والأشعار، احتفالاً واحتفاءاً بقصة عصفور وسمكة لمجد الشمس الجنائي إياد مداح. الفعالية هي للأطفال من جيل 7 وفوق، في كمان جيل أصغر، اللي نقرأ الكتاب ونشرع الكتاب، وفي حكاية شعبية وفي شعر بحفظه، وفي فعالية فنية. مش أول مرة إلي هون بمركز فاتح المدرس، المركز هون كثير بشجع كل هذه إنه إثراء الأطفال من خلال هذه الفعاليات والنشاطات تبعت الحكايات وقراءة القصص. القصة كمان صادف هذا الأسبوع كمان حملة إقرأ لي يا أبي، اللي هي حملة اللي بادرت لإلها مؤسسة تامر للتعليم المجتمعي في رام الله، وهي هدفها إنه تشجع كمان الأبيات يقرأوا لأولادهم. فكمان أجا هاي الفعالية جزء من يعني من هاي الحملة، وأنا جاي أعمل هذا النشاط للمركز هون للشغل مع الأطفال كمان بهدف توعية الأهل الأهمية. يعني إذا بتشوفوا هنا في أهل وفي أولاد، في كتير أبيات بس في أهل في أولاد، هذا يعني عنا جمهورين، هدف كمان الأولاد وكمان الأهل يتعرفوا على الكتب الجديدة اللي عم تصدر، وإنه كمان يعني مش كل يوم في عنا كاتب أطفال جولاني ونطلع كتاب برام الله، يعني حدث بيستحق. مع إنه هو إياد بعرفش أنا عمال بحكي، أنا كان إلي مهم إنه أعرض الكتاب للأطفال بطريقة مش لا تعليمية ولا تربوية، بالعكس طريقة اللي فيها المتعة، ويشوفوا يعني الكتاب كنص أدبي كإشي بجيب لي المتعة، مش الكتاب كإشي مدرسي، مش كإشي واجب لازم يعملوا عليه دروس ولا شيء، بالعكس جايين نبسط نتعرف على الكتاب مع بعض. الكتاب اسمه عصفور وسمكة، أنا جايبة قصة الشعر اسمه وطن السمكة نحفظه مع بعض، وبدي أحكي حكاية عن صياد وحرية بحر، حكاية شعبية صينية لها علاقة بموضوع القصة بس هي حكاية شعبية. يعني الفعالية راح تكون، وفي فعالية فنية للصبايان الفنانات عم بيساعدونا فيها، بيعملوا شغل مع الأولاد، فالفعالية هي شاملة، منها متعة ومنها فن ومنها أدب ومنها شعر ومنها قصة. يحلق في سمائها كل يوم وينشر السعادة في كل مكان، وحيث يمر
يزرع البسمة في وجوه سامعيه. في قلب الغابة يمر نهر فيه سمكة جميلة كانت تنتظر العصفور المغردة أن يمر فوقه لتسمع تغريده. يقف قريبا حيث تنتظره ويغرد لها حتى تغيب الشمس. يوما بعد يوم صار العصفور يكحش ليصل إلى ضفة النهر، فتطل السمكة برأسها ويتحدثان معا إلى أن يحين موعد النوم. وفي يوم من أيام الربيع الجميلة شهدت غابة اللوز فرحا لم تعرفه من قبل، فقد حلق في سمائها عصفور حمل بمنقاره وردة وراح يتغندر ويدور ويدور إلى أن حط قرب النهر. غرد العصفور فأطلت السمكة، قال لها أحبك، قالت له أحبك، قال لها أحضرت لك وردة، قالت له إنها جميلة مثلك، كم أحبك، قال لها ليس هذا فقط، قالت ماذا بعد، قال أتيت لأقول أنني أريد أن نكون معا إلى الأبد ليلا نهارا ونعيش معا ويكون لنا بيت واحد. فرحت السمكة كثيرا وراحت ترقص وترقص، لكن بعد لحظات ساد السكون في المكان. توقف العصفور عن التغريد وعادت السمكة إلى مكانها. بدك تسألي سؤال؟ لا إياد، ما قرأ للآخر القصة؟ شو رأيكم؟ شو صار هالقصة؟ شو بصير بعدين بعد ما يحبوا بعض الناس؟ ايش صار بالاخر بالك؟ شو النهاية؟ بس بحبوا بعضهم هيك كل يوم بصير في الهواء. السؤال انا بدي اعيش معك، بدنا نعيش مع بعض. شو رايكم؟ مين عنده اقتراح؟ مش شو رايكم بهاي؟ ما بيتركوا بعض. بيتركوا بعض؟ لأنه السمك اللي بالمي ومجال ما عايشين بالمي، وإذا طلعت لبرا إنه لا تروح معه وما فيهاش بتمد، وإذا العصفور ما فيهوش يعيش بالمي إذا بدهم يعيشوا. مين عنده حل ثاني نهاية ثانية؟ كيف حل ثاني؟ بيروح العصفور على السما، والسمكة بتنزل لآخر البحر. أنت قرأتي اللي كان بعد ما قال له بحبك وقال له رجع، قالت له بحبك، شو رجع شو صار؟ فرحت السمكة كثيرا وراحت ترقص وترقص، لكن بعد لحظات ساد السكون في المكان. توقف العصفور عن التغريد وعادت السمكة إلى مكانها ومعا سألاه، لكن أين سنبني بيتنا؟ أين سنبني بيتنا؟ خلاص سكت العصفور، سكتت السمكة، سكتت الأشجار، وسكت كل من في الغابة. حلق العصفور عاليا واختفى في السماء، ونزلت السمكة إلى قعر النهر. بس هون الأخير نشوف صورة. شو شايفين بالصورة؟ شو عم يعملوا؟ وينه؟ سمكة بتطير على صوتك، في نوع هو السمكة بتطير. لا ممكن. وين؟ بس كل شيء ممكن. وين طايرين؟ تعال شوف وين طايرين السمكة والعصفور؟ بالجو. السمك؟
الله يخليك وبتكبر وتضلك هيك مش تتغير، كبروا لك احلامك.